morning everyone واهلا وسهلا فيكم باللايف اليوم. موضوعنا اليوم رح يكون عن الصوره الصوتيه المورفولوجيه عند الجنين ورح نحكي عنها اكثر مع دكتور برنار نصر طبيب متخصص بامراض النساء والتوليد ببيرلي ميديكال سنتر. دكتور نصر ثانك يو اول شيء لانه لبيت دعوتنا تنحكي عن هذا الموضوع يعني ممكن مش الكل يكون عم بيعرفه. مرسي لك واهلا وسهلا فيكم كمان اهلا وسهلا باللي عم بيشوفونا وان شاء الله نقدر نفيدهم بمعلومات على هذا الموضوع. دكتور اول شيء اذا بدنا نحكي ان جنرال نحن بنعرف انه كل مره لما تكون حامل بتقطع عند حكيمه وبتعمل صوره صوتيه. سو هيدي النورمال التراساوند اذا بدنا نقول شو بتفرجينا وامتى لازم امتى بتعملها اجمالا؟ لا اجمالا يعني اذا المريض عم تتابع انه عند حكيم لازم كل شهر تشوف حكيم اجمالا بالزيارات الحكيم بيقدر يطلع على باول الحبل اهم شيء هذه الصوره بدها تفرجينا وين هذا الحبل اذا كان جوا الرحم برا الرحم اذا كان عم بيكمل نحن بنعرف انه الحبل انه في بلش بس ما يكمل يعني اجمالا اول شهرين نطمن اذا في دقه قلب اذا هل الحمل عم بينكفى لحديد 3 شهور في صوره بدنا نحكي عنها هي الصوره التفصيليه الاولى وبعدين كل شهر بيعرجينا حسب انه اذا البيبي عم بيكبر قياسات البيبي فينا نطلع على الخلاص على اذا كان توم يعني فينا نشوف كل شيء اجمالا كل شهر نطلع على صحه هالجنين بس لازم يكون في عنا ثلاث مراحل بمتابعة الحمل بالنسبة للصورة الصوتية هي على 3 أشهر على بين 12 وال 14 أسبوع هيدي أول ستيب لازم نعمل صورة تفصيلية للجنين تعطينا كتير معلومات الصورة الثانية هي صورة المورفولوجيك سكان بين 20 و 22 أسبوع والصورة الثالثة هي على 32 أسبوع بين 32 و 34 هودي كتير مهمين والباقي كل شهر فيها المدام هي عم بتزور طبيبة تطمن بصورة يعني كل شهر على صحة الجنين. تيني دكتور ذكرت هلأ هو الموضوع رح نفوت فيه أكثر اليوم هو المورفولوجيكال سكان شو بتفرق عنا وعن الصورة الصوتية اللي عم بتقول بتعملها كل شهر؟ هلا اجمالا يعني الصورة المورفولوجيك سكان هي لازم تكون معمولة انه الشخص يلي عم بيعملها يكون مخول يقدر يعملها يعني هي بحد ذاتها علم غير انه الطب النسائي لازم الحكيم اللي عم بيعملها يكون مخصص يا طب جنين يا عنده المؤهلات يعمل هذه الصورة الصوتية يعني بيوروب بأمريكا في جمعيات علمية هي بتنظم هالموضوع هي بتعطي الترخيص لهالشخص ليعمل هذا الفحص لأنه هو فحص كتير دقيق تفرق كتير عن الصورة يلي عم نعملها كل شهر بس لنطمن يمكن إذا قياسات البيبي اما على اذا كان البيبي مكمل نسمع صوته نشوف السكس تبعون البيبي يعني هول القصص اللي بنعمل بالروتين لا الصوره الصوتيه كثير بتعطينا معلومات اكثر من هذا الروتين اللي عم نعمله. اذا بتحبي نحكي كمان عن شو الصوره يعني على الصوره اول 3 اشهر هي اللي بنسميها الناس تعرفها صورة الرقبة أما نيوتر ترانسفيرنس للسكان هيدي أول شيء فينا نعرف منها قدي عمره الحبل يعني على 3 أشهر من وقت عم نعمل هيدي الصورة لازم نقرر عمر الحبل لأنه بنعرف في أوقات في بتخبط بالدورة السيك بيكون كتير طويل أوقات السيك قصير اوقات بتكون الكابل عم بيعمل كونتراسبشن بتحبل للمرأة ثم بنكون ضايعين قد ايه عمره الحبل هيدي الصوره على 3 شهور تعطينا الدات اكزاكت ايمتى بلش الحبل
واي متى بدها تولد، ومنها بننطلق يعني مثلا بعدين بمتابعه الحبل، يمكن ما بنعود نغلط اذا البيبي كبير اذا البيبي صغير، لانه بعدين بمتابعه الحبل اذا نحن واجهنا هول المشاكل رح يمكن يكونوا مشاكل اللي عم بتواجهنا، مش بس انه عمر الحبل قد ايه. كمان بدنا نطلع في هيدي الصوره، بتعطينا معلومه كثير مهمه عن سماكه الرقبه. سماكه الرقبه كمان هي بتعطينا بتفتح كثير، يعني اذا بدك بتوجهنا على مشاكل كروموزوم، على مشاكل بالقلب، على مشاكل تشوهات جينيه. كمان فينا نطلع على كثير قصص، يعني الراس، نطلع على الايدين، اجرين، الظهر، البطن، يعني في كثير مشاكل تشوهات يمكن ما تخلي البيبي يعيش بعدين، فينا نكشفها بهذه الصورة. يعني صورة كثير مهمة. ثاني صورة هي اللي نحن بنعرفها، صورة المورفولوجيك سكان، بيكون هالأعضاء كبرت، صار فينا نطلع فيها أكثر على ديتيلز، يعني بتعطينا كمان معلومات أكيدة أكثر من الفيرست تريمستر، بس إذا بدك بيكملوا بعض بالتشخيص. والصورة الثالثة اللي لازم تنعمل كمان بين 32 و 34 أسبوع، هيدي بتعطينا فكرة عن كيف عم بيكبر هالبيبي، فكرة عن الخلاص، بتعطينا فكرة مثلا في أوقات أمراض بالقلب يمكن نرجع نلقطها. كثير مهم نرجع نطلع على الراس كيف تتكون، لأنه نحن بنعرف الراس التكوين تبعولهم على مراحل حتى لبعد ما يخلق البيبي. يمكن اذا كان كل شيء منيح قبل فينا نواجه مشكل انه نلقطه بعدين بمشاكل الراس. يعني كثير مهم انه يكون في ثلاث صور عم بنعملوا بالحبل مع اختصاصي تكون عم نتابع الحبل بطريقه كثير مضبوطه. دكتور، كل مره حامل تنصحها تعمل هيدا الصور اللي عم هلا اكيد نحن بننصح المرأة، هيدا ريكومنديشن اللي بكل العالم متبعين، انه لازم ينعمل بالحبل ثلاث صور تفصيليه على مراحل، اول 3 اشهر، على 5 اشهر، وبعدين بالسبعة اشهر. هودي لازم ينطلبوا لمتابعه حبل انه بطريقه كثير مضبوطه. هلا اكيد يعني الطبيب المعالج بده يطلب، بده يوجه المريضه. احنا اجمالا نحن بننصح المريضه وهي بتقرر بعدين. في ناس بتقرر تعمل صوره، في ناس ما بتعمل صوره ابدا، في ناس انه يعني قليلين، بس انه نحن بنعطي الخيار لهذه المريضه انه هودي مطلوبين، هودي ريكومنديشن، بس اكيد المريضه هي بدها يستحسن انه تحكي مع حكيمها. اكيد بدها تحكي مع حكيمها، لانه الحكيم هو بده يواجه المريضه، هو بده يقول لها انه هيدي فائدتها، هيدي الصوره باول تريمستر شو، بثاني تريمستر، بثالث تريمستر. وكمان مثل ما قلت انه هودي الصور بينعملوا مش من مكان او بكل عياده. هودي الصور بدهم اخصائي، الحكيم اللي عم بيعملهم لازم يكون انه يعني مخول يعملهم دارس القصص. نحن بنعرف مثلا بيوروب ما في حدا يعمل هيدي الصوره الا ما يكون عنده شهاده بهذا الموضوع. يعني حتى كمان مقسمينها انه في ناس تعمل سكرينينج مع شهاده، تعمل سكرينينج يعني تعمل صور بطريقه علميه. نحن كل يعني مثلا مطلوب بهيدي المرحله ناخذ مثلا 30 صوره، نعمله مثل تشيك ليست، مثلا بهيدي المرحلة 50 صورة لازم كلهم يكونوا موجودين تنقول انه فحصنا كامل. في ناس كمان مقسمة حتى انه تعمل غير سكرينينج، تعمل تشخيص، تعمل مداوات، يعني حسب. يعني اذا اجمالا الشخص يلي بيعمل سكرينينج في يكون منه حكيم، يعني بس انه دارس الموضوع، انه يمكن ساشفام، يمكن حكيم جنراليست متخصص، بس يلي بده يعمل تشخيص بده يكون عامل طب جنين. حتى في اختصاصات طب جنين يعني بدها
غير انه نحن نعمل التراساوند بالدم يمكن بعد طب النسائي سنتين اتليست انه اختصاص تنقول انه هذا الحكيم مخول يكون طب جنين عامل طب جنين ومشاكل الجنين. حتى الافونتاج تبعون هذه الصور انه فيها تكشف كمان فيها تعطينا اذا فيها تعطينا الاوبورتونيتي انه اوقات نعالج هالجنين بقلب الرحم ونخلصه. يعني في مشاكل اذا ما عالجناها يمكن تؤدي لوفاة هالجنين، في مشاكل اذا قدرنا عالجناها بقلب هي والمرأة pregnant فينا نخلص هالجنين ويعيش بعدين حياة طبيعية. هذا كان بيجي سؤال انه نحن هلا كنت عم تقول في مشاكل صعبة، يعني مشاكل قلب ممكن تشفى، مشاكل جنينية ممكن ببعض الحالات نقدر نشتغل على الموضوع او نعالجه. اكيد اكيد هي حسب الموضوع، يعني نحن وقت بنكشف مشكل بدنا نشوف شو هو المشكل وعن شو ناتج. يمكن في اوقات مشاكل كثير صغيره بالقلب تفتح لنا انه هذا البيبي مشكلته مش بس بالقلب، عنده مشكله بالقلب بس ناتج عن مثلا تشوه جيني، هيدا ما بنقدر نحن نعالجه. بس في اوقات مشاكل صغيره اذا ما تعالجت فيها تتعالج بتؤدي مع الوقت ببطن لانه فقدان هالجنين، فينا نقدر نعالجها حتى لو هال بيبي لسه ما خلق. يعني عندنا الامكانيات انه ما نعالج كل شيء بس نعالج مشاكل كثيره فينا نعالجها بقلب 100%. هاي هي الافونتاج تبعون متابعه الحبل يمكن كل شهر، بس انه هودي الافونتاج تبعون هودي الثلاث صور يكونوا معمولين مع اختصاصي بيعرف شو عم بيطلع، بيعرف شو عم بيعمل، عم بيطلع بطريقه علميه على كل عضو من اعضاء هال هالوقت. كنت احنا اجينا سؤال على برجع بقدر جاوب عليه من اول وقت بلشت، انه نحن وقت بنعمل اول صوره بالحبل ننسى شيء اسمه اخر ميعان. يعني وقت بنعمل صوره على 3 اشهر ناخذ قياس بيبي، يعني قياسه منا بنعمل كالكيول لهالقياس. وانس عملناها نحن بدنا نمشي بالحبل مثلا على الصوره التفصيليه بدنا ناخذ قياسات هالبيبي. اذا البيبي هي عنا كيرف، يعني بتعرفي انه البوبوليشن مثلا واحد طويل واحد قصير، كمان اذا الكابل اثنين قصار كمان ما نحن ما فينا نقول انه البيبي رح يطلع كثير طويل، اذا الاهل كثير طوال كمان انه قياسات بناخذ هالقياسات بنحطهم على كوربات، يعني انه مثل البوبوليشن، يعني في ناس على 5% ناس على 95%، بنشوف نحن هالبيبي وين بهال الكورب يلي عنا على البوبولاسيون يلي جنرال. بعدين اكيد اذا قياسات مثلا صغيره بدها نحن تطرح لنا اسئله، ليش هذا البيبي صغير؟ مثلا الراس يمكن يكون منيح، البطن منيح، الاجر صغيره، هيدا الاجر صغيره بدها تعطينا احتمالات انه يمكن يكون عنده تشوه كروموزومي، يمكن يكون عنده امراض بالعظم. يعني كل شغله بالقياسات بدها قلنا ليش هيدا ما انا جاي بقلب هالبوبوليشن. اذا مثلا انا عم باخذ قياسات كل البيبي صغير مثلا اصغر من جماعتين ثلاثه من ما لازم يكون، لانه انا كنت اكيد اي متى بلش الحبل وكنت اكيد عامل صوره اول 3 اشهر قالت لي انا هذا الحبل عمره 20 اسبوع بتعطيني 17 اسبوع مثلا، انا اكيد في مشكل، يمكن يكون تشوه جيني، يمكن كروموزوم، يمكن انه هاي المرة يمكن تعمل ضغط، يمكن ما عم توصل له تغذية مضبوط. سو اكيد بالصورة التفصيلية القياسات كتير مهمين بيوجهونا اذا كان كل شيء منيح اما في مشكلة. يمكن يكون القياسات كتير منيح بس بعدين يواجهنا مثلا سكري بالحبل،
هلا يا زيت رح تكبر كثير اذا كان السكر مش كثير مش كثير مركز، يمكن انه تعمل ضغط لهال هال هال patient، يمكن هلا يا زيت ما يقعدوا يكبروا. بس صرنا نحن عم نحكي بمثلا ب late IGR، يعني قصور بالنمو للبيبي، صار غير عندنا غير صار، بس بالمتابعه هي رح تأجينا. هيدي اهميه الصوره على الشهر السابع، انه نلقط هودي القصص يلي كان البيبي عاطينه اتيكيت انه نورمال، هو رح يضل نورمال ما في يمكن تشوه جيني، بس لقطنا قصص يمكن بالجروس بعدين. دكتور بالنسبة للميكولوجيك الالتراساوند، هلا بتعرفني اف ام راوند ما بعرف اذا السؤال دقيق، بس المرأة اوقات بتقول انه قبل الالتراساوند النورمال الالتراساوند بتشرب كثير مي، اوقات كثير يبين رحم عندها، هون عندنا اي تحضيرات بدك تعملها؟ لا لا ابدا ما في تحضيرات، بالعكس نحن بنفضل انه ما يكون في يعني ما دام فات على التواليت قبل عنه، حتى لو كان بثلاث اشهر احسن ما نزعجها، لانه في اوقات بتطول هالايكو عم بوس اكثر. ببعض الحالات لازم، في اوقات ما بنقدر نشوف كل شيء ب ايكو مع يعني عم نعملها على البطن، نلجا لطريقه ثانيه يلي انا بحب احكي فيها، هي انه فاجينال التراساوند عن طريق المحضر. العالم ما لازم تخاف، النسوان نحن ما لازم نخاف بهذه الطريقه، بس السيف ما هي بتؤدي لترويح البيبي، لانه نحن بنقول اوقات بخافوا انه هي معقول يروح البيبي، لا بتعطينا كثير انفورميشن عن الخلاص ما يواصل على السيرفكس طول السيرفكس، يمكن قصص ما قدرت شفتها بوضوح بال عن طريق البطن بنشوفها، يعني ما تخافوا منها اذا حكيم الاختصاصي اما حكيم النسائي طلبها منكم، ما تخافوا منها، لانه نحن بعد حسب انا شغلي بنلاقي هذا انه هال patient بعدها بتخاف بهذه الطريقه، وبنضطر نفسر لها انه ما تخافي منها، هيدي انوجدت لتساعدك ولتعطينا انفورميشن بعد اوقات اكثر من عن طريق البيت. بنذكر كمان اذا بدنا نقارن عم بقلي على النورمال بيكون اوقات البيبي بارين بطريقه اصلا بيقولوا نحن شايفين شو جنس الولد هلا لانه بارين البيبي، هون نفس الشيء معقول يكون بارين البيبي بالمورفولوجي الترا ساوند ما يفرجينا؟ اكيد البيبي نحن وقت بنكون عم نعمل الترا ساوند بيكون نايم اوقات على بطنه على ظهره على جسمه، نحن مثل ما قلت لك عندنا تشيك ليست بدنا نشوف، مثلا ناخذ كل عضو ب مثلا الراس عندنا مثلا بالمورفو سكان سكرين يمكن ست صور بدنا نعملها، بدنا نشوفهم نقول انه هيدي الصورة شفتها، هيدا القط شفته كل شيء، بنجي نقول مثلا على الظهر كمان على الكلاوي على القلب على كل شيء كله فيه مثل تشيك ليست بيبي، في اوقات البيبي ما بيأرجيك، يمكن بتطلب من المدام تنزل تاكل شيء سكر تمشي شوي ترجع بعد نص ساعة، يمكن اذا ما شفناها القصة تنكون دقيقين تنكون عم نعطي حق لعين البيشنت. دكتور زهراء فرحان بليز كول 6700. دكتور زهراء فرحان بليز كول 6700. تنعطي حقها للهيل بيشنت تنكون نحن دايقين عم نقدم لها احسن كواليتي، في اوقات ما بنقدر بنقول لها فيك تيجي بعد يومين بنفسر لها مثلا انه انا بعد عندي القلب ما شفته، بعد عندي هيدي الشغله ما شفته، وحسب ما هو يأجينا هالبيبي بدنا مثلا في اوقات قصص ما بنشوفها، يمكن المعده ما شفتها صغير، لازم انا الا هيدا يمكن منه بالع مي انه تقدر تشوفها، بدي اشوفها بعد جمعه، اذا بعد جمعه ما شفتها وما بعدها صغيره هيدا رح تفتح لي انه على مشهد، يعني بدنا نكون كثير دقيقين يكون عندنا نحن عارفين شو عم نشوف، بدنا نشوف كل شيء، واذا ما شفنا ما بدنا نستحي من البيشنت، اما الا انه شفنا اليوم اند تو بعد في عندنا هذه الشغله، يمكن وضعيه البيبي هيدي لمصلحتي ولصحه الجنين ما في مشكل اذا رجعنا نحن جبناك مره ثانيه تنكمل الفحص. يعني هون مثل ما قلت يعني لاهميه الصوره اللي عم تنعمل 100%، حتى لو طولت شوي لو اضطريت تروح وترجع يا اما ثاني نهار يا اما مثل ما قلت انه قبل نص ساعه وترجع جست لنقدر نشوف الصوره. هي نحن عم نفكر انه المورفو سكان يمكن تاخذ ساعه،
يمكن تاخذ. لا هي اكيد يعني شو ما بيكون هالحكيم عنده سكيلز بهالموضوع، يمكن يعني يمكن يخلصها بخمس دقائق، بس انه تطلع على صور واخذ 70 صورة اللي مطلوبة بكواليتي كتير منيحة، هذا خلص هذا الفحص. بس في اوقات انه الوقت يمكن هو بيزد يمكن على مهارة هذا الطبيب أكيد، بس إنه في أوقات تاخد 10 دقايق، تاخد ساعة، وإذا في باثولوجي ما بدك تفتشي على شيء تاني أكتر. كمان إحنا وقت بنكون عم نعمل سكرينينج مش مثل ما عم نشخص، يعني السكرينينج يمكن بالرأس مطلوب 5 قط، أوكي، تيكون إجزاما إنه كامل. إذا كانوا نورمال ما في داعي تروحي أكتر، بس إذا عملتي انتبهتي إنه يمكن يكون في مشكل بهذا الرأس، لا مش 5 بدنا نعمل، بدنا نعمل أكثر يمكن كات لصور، إنه أكثر صور ببلانات أكثر تنقدر نشخص. يعني يمكن السكرينينج مطلوب 5، بالتشخيص مطلوب 15. هيك نحن إنه وقت بيكون في باثولوجي أكيد بدها تطول الصورة، لأنه في ديتيلز أكثر وأكثر بدنا نفتش عليها تنجمع كل شيء تنقدر نشخص. وبالتالي الريزلتات دغري بيطلع دغري الحكيم بيعطيها اياهم، ولا بدها ترجع؟ لا اجمالا عم بحكي انه هون بالبيفيو، لا اجمالا دغري بتاخذها. ليه؟ لانه كله انفورماتيزي، كل الصور بتطلع على الباكس، والكونت روندو دغري بينعمل. لا البيشنت اجمالا دغري بتاخذ. هلا يمكن اذا اضطرينا اكثر ناخذ معلومات يمكن من الحكيم اللي بعثنا المريضة، يمكن أكثر بدنا رأي كذا حكيم، يمكن جيناتيسيان، يمكن تنقدر نشخص مضبوط، يمكن يطول الريبورت، بس أكيد ما بياخذ كثير وقت تقريبا. بس يعني أغلبية الريبورت تقريبا بيخلصوا بعد 5 دقائق. ونحن على كواليتي أكثر لهذا الموضوع، يعني البيشنت تكون حاسة حالها سيف، نحن بنعطي كل الصور اللي اتاخذت، كل الصور اللي مطلوبه من الجمعيات العلميه. مثلا بهذا الفحص لازم يكون في 50 صوره، 50 صوره رح تلاقيهم بالسيدي. نحن بنعطي سيدي لهيدا البيشنت اللي فيه هو الصور، مش رح نعطي بس صوره ونقول لها هيدا هي الصوره، لانه ما حدا رح يطبع لك 50 60 صوره، رح نعطيك سيدي في كل الصور المطلوبه. يعني على اسس كواليتي كنترول اذا بدك معترف فيها وين ما كان. يمكن هاد البيشنت اذا راحت حيا لدوله اوروبيه، حيا لدوله بامريكا، بتتبع هذا الموضوع. مثل ما قلنا انه نحن باوروبا ما في مين ما كان يعمل هيدا الصوره، في تأجل الصور، وفي يلي الطبيب يلي بده يتبعها بعدين يشوف انه كل الصور المطلوبه من الجمعيات العلميه موجودين بهذا. اكيد هي اهم شيء دوكيومنتيشن. انا دائما بقول لهم البيشنت هذا بيطلب دكتور، بقول لهم حقكم تاخذوا دوكيومنتس، عم تعملوا فحص، تقرير ما هو شيء فينا نقرا تقرير، بس انا بدي اقرا صور. يعني اذا اهم شيء البيشنت هذا حقها تطلب صور، وصور بده ينعطوا على سيدي. ليه؟ لانه الفحص 50 صوره، ما حق انه كل الصور بيتاخذوا على سيدي. دكتور أي شيء مثلاً أي نقطة بتحب تدور عليها أكثر؟ أنا في نقطة صغيرة، لأنه هذا بتواجهنا كثير من إحنا كثير بنلاقي أغلبية الحوامل بتحب كثير تحط كريمات على بطنها هي وأنسان وكذا، وبنعرف إنه هودي الكريمات شغلتهم بفوتوا على قلب المسام بالجلد، بضلوا وقت، وهو بده بيزعج الصورة الصوتية اللي بيعملوا مثل ميرور افكت. يعني انه نحن بنعرف انه الصورة الصوتية بتبعت صوت بترده بتقرا الريزلت، فوقتها نحن بنعمل هيدي البوش من هالزيت والكريمات بنمنع هذا الصوت يفوت لجوا اكثر قلب البطن ويعطي صورة كواليتي، صورة نقية على السكرين، تنقدر نحن نقشع مضبوط.
وأنا بنصح المريضة إنه patient إذا جاية تعمل صورة بلا ما تحط هذا الأويل على قبل الجمعة أحسن، لأنه الكواليتي تبعون الصورة بتطلع أنقى. نحن بنعرف إذا مثلا patient كتير ناصحة أكيد الكواليتي تبعون الصورة رح تطلع مش مثل حدا كتير ضعيف. إذا كانت مثلا patient كتير ضعيف وحاطة هذا الكود زيت معقول تطلع صورتها مثل كأنها كتير ناصحة. وبعدين فينا نحن نقطع حد انفورميشن كثير صغيره، في اوقات انفورميشن صغيره بتعطينا انه توصلنا لمعلومه ولا مرض كثير كبير، انه سو مش ضروري تكون حتى هيدا مشينا نقدر نقدر نرجع احسن. وانت تكون عم بتساعدكم كمان تقدر ترجع اكيد 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 تنقشع احسن. ميرسي لكم، إن شاء الله نكون وصلنا المعلومات، إنه إذا بدك معلومات عامية تقدر تفيد المرأة، تقدر تتابع حملها بطريقة منيحة، وتكون أكيد نحن بهمنا صحتها وصحة البيبي، ويكون عندنا كمان